أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة اليوم. العلاج هو حق أصيل من حقوق المواطن، ولأن الطبقات الاجتماعية متفاوتة، منها الطبقات محدودة الدخل ومنها الطبقات التي نعتبرها أنها تحت خط الفقر، فلا بد أن يكون هذا العلاج في أي دولة من دول العالم، لابد أن يكون هناك على الأقل أنواع معينة أو بنود معينة من العلاج أن تكون مجانية، وأن يكون البعض الآخر مدعم منها. في الفترة الأخيرة أعزائي المشاهدين، لاحظنا مغالاة في أسعار المستشفيات، مغالاة في أسعار الأدوية. لاحظنا في الفترة الأخيرة أيضا أنه لم يكاد الدعم يكاد يكون اختفى من منظومة العلاج بشكل عام في مصر. السؤال هنا، طيب المحدود الدخل ده أو اللي هو تحت خط الفقر ده هيتصرف إزاي؟ هذا المريض أو من يمرض من تلك الطبقات يحتاج إلى من يدافع عن حقه في العلاج. ويمكن لاحظنا في السنوات الأخيرة انبثاق وظهور لجنة من قلب المنظومة الصحية المصرية، لجنة تدافع عن حقوق المرضى وعن حقوقهم في العلاج. تلك اللجنة هي لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وكان لابد أن نتناول مختلف القضايا الخاصة بالعلاج المجاني وبالدعم الموجود في المستشفيات وفي كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، أن نناقش تلك القضايا مع تلك اللجنة التي تدافع عن حقوق المرضى، وبالتالي أصبح الهدف مشترك ما بين تلك اللجنة وما بين برنامجنا الصحة اليوم. وبالتالي كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة. برحب بك يا دكتور. أهلا. دكتور، حق المريض وحق المواطن في العلاج، هبدأ بالمجاني لأن أنا أحب أبدأ بيمكن الأكثر احتياجا إلى هذا العلاج. هل أصبح العلاج المجاني أسطورة؟ العلاج المجاني أصبح أسطورة من مدة طويلة جدا، بالتحديد بدءا من بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي وتوصيات هيئة المعونة الأمريكية لوزارة الصحة المصرية بأنها تخلي نسبة من الأسرة المجانية في المستشفيات الحكومية تبقى أسرة بأجر، ثم تتزايد الأسرة دي تحت مسميات مختلفة، علاج اقتصادي وعلاج فندقي وحاجات بالشكل ده، بحيث أن تقريبا يكاد لا يدخل مريض إلى ما يسمى بالأسرة المجانية. وإذا تسلل بعض المرضى إلى بعض الأسرة العادية، تسلل بالصدف يعني أو بالتوصية، فإن هذا مستحيل في الأسرة المكلفة، بمعنى في أسرة الرعاية المركزة، في أسرة حضانات الأطفال، في علاج الفشل الكلوي والغسيل الكلوي، كل الحاجات دي مفيش فيها حاجة مجاني نهائيا. وأصبح المنظومة الصحية بتشتتها الشديد الموجود منظومة ظالمة للمرضى، ولابد من إعادة هيكلتها بالكامل. دكتور، إعادة هيكلها ولا إعادة تكوين ولا إعادة إنشاء؟ إعادة هيكلها معناها أن هناك قصور، ولكن أعتقد بكلام حضرتك ده أن الحكاية مش حكاية قصور، أن هو حكاية أن في حكم بالإعدام على فئة معينة من المرضى. هذا صحيح. هقول لحضرتك على حاجة من الحاجات الغريبة في وضع دلوقتي موجود في النظام القائم، بكل مزاياه وعيوبه بيوفر حاجة للمريض تريد وزارة الصحة منعها. ايه الحاجة دي؟ احنا عندنا حوالي 60% من الشعب المصري خضع للتأمين الصحي. نعم. التأمين الصحي ما هوش علاج مجاني، التأمين الصحي هو انا بيتخصم من مرتبي اشتراك، ومجموع الاشتراكات دي بتكفي مجموع احتياجات اللي يمرضوا بينا، مش كلنا بنمرض كل شهر. نعم. فاللي ما عندهمش هذا الغطاء التأميني اللي هم 40% من الشعب عندهم العلاج على نفقة الدولة. حتى النهاردة يمكن احد النقط اللي تفخر فيها مصر ان لو احتاج مريض عنده فشل كلوي وما عندوش تأمين صحي الى غسيل الكلى،
ده بيتكلف حوالي 25000 جنيه في السنه كل سنه، فبيقدر يروح لوزاره الصحه لاداره العلاج على نفقه الدوله ياخد قرار بالعلاج على نفقه الدوله لمده سنه ويجدد السنه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. وبيمثل اللي محتاج جراحه قلب مسطره قلب او حاجه بالشكل ده. ده مثل قناه جانبيه اصبحت منفذ في عدد من العلاجات المتقدمه للي لا يملك. بس يا دكتور معلش، يعني يمكن موضوع الحديث عن العلاج على نفقة الدولة يمكن عبر السنوات الأخيرة من النظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير كان العلاج على نفقة الدولة بالواسطة، ده رقم واحد، عن طريق بقى أعضاء مجلس الشعب، عن طريق كده، دي حقيقة كانت موجودة. بعد ثورة 25 يناير أصبح العلاج على نفقة الدولة ممكن يكون موجود لكن برضو محدود للغاية. ويمكن أنا سمعت برضو من أحد المرضى اللي هم بيغسلوا كده باستمرار أن هناك قانون العلاج على نفقة الدولة يفرض على المريض بالفشل الكلوي أنه إذا تمت له زراعة كلى واكتشفوا فيما بعد أن تلك الزراعة عملية فشلت لسبب أو لآخر فإنه يمنع أو يحرم من الغسيل مرة أخرى على نفقة الدولة، هل هذا صحيح أم لا؟ الجزئية دي بالذات ما أعرفش صحيحة ولا لا، اللي لا. هو المريض اللي اتزرع له كلى وحصل رفض للكلى المزروعة، هل غير مسموح له أو مسموح له إن هو يرجع للغسيل الكلوي؟ لا. بس القاعدة إن كل واحد بيقدم تحاليل طبية معتمدة من مركز حكومي بإن عنده فشل كلوي يحتاج للغسيل بيطلع له قرار بالغسيل. اللي قبل الثورة واللي بعد الثورة ما كانش ان ده متاح او مش متاح لكل الناس، هو بالتحديد اللي كان كشف عنه من ان في بعض اساءة استغلال النفوس، بمعنى استخراج قرارات علاج وهمية لمرضى ما هماش مرضى اصلا، واحيانا اشخاص صحيح. متوفين وكده، ودي نسبة فساد موجودة في كل حاجة وطبعا نحاصرها وكل حاجة. لكن المشكلة ما كانتش هنا، العلاج على نفقة الدولة له عيوب كتيرة، مش مفروض ان انا استنى لما المريض يعيا، ده المفروض ان انا ابتدي معاه من الوقاية. فهل تعلم مثلا ان السكر اللي لما ما يكونش متنظم والضغط لما ما يكونش متنظم لسنين طويلة احد اسباب العلاج الفشل الكلوي، فلو انا عامل للمريض تأمين بيبقى ممكن اجنبه انه يحتاج غسيل كلوي اصلا عن طريق ان انا انظم له الضغط والسكر وعلاج الامراض المزمنه والحاجات دي واكتشاف المرض وعلاجه بشكل مبكر. ثانيا، مريض التامين بيفرق عن مريض علاج على نفقه الدوله، فان مريض علاج على نفقه الدوله بيضطر يتحرك وياخد قرار اجراء باجراء، لدرجه انه لو محتاج قسطره بيروح ياخد قرار بقسطره تشخيصيه فيعملها فيطلع نتيجتها انه عايز علاج قسطره علاجيه وتركب له دعامه، فيروح تاني ياخد اجراء بكذا. ودي طبعا يعني مريض التأمين بيبقى يعني معفى من الكلام ده كله. فعشان كده تعميم التأمين الصحي على كل الناس هو ده المطلب اللي رفعه لجنة الدفاع عن الحق في الصحة من 2007، واللي لحسن الحظ تبنى الدستور بعد الثورة. طب دكتور، يمكن تبنى الدستور كمبدأ كبند من بنود هذا الدستور، ولكن لو تحدثنا على أرض الواقع نجد أن من خلال مطالباتكم، من خلال مطالبات المرضى، من خلال مطالبات قادة الرأي في مصر، تم التوجه إلى استصدار قانون للتأمين الصحي جديد للتأمين الصحي، قيل أنه يشمل جميع فئات الشعب المصري. ولكن عندما تحدثت مع الدكتور علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تفاصيل هذا القانون، وجدت أن هذا القانون من مصادر تمويله الأولى متلقي الخدمة نفسه، أن متلقي الخدمة هو الذي يعني اشتراكاته هي المصدر الأول لتمويل هذا المشروع. هل تجد أن هذا المشروع وهذا القانون يزيد من أعباء المواطن؟ الاشتراك نفسه لا يزيد من اعباء المواطن، لان انا مرتب نفسي على ان بيتخصم من مرتبي 4%، 1% انا بدفعه و3% بيدفعهم رب العمل ضمن التامينات الاجتماعيه، وده حاجه اقدر ارتب نفسي عليها. لكن اللي فعلا يعتبر عبء على المواطن وزياده عليه في الاشتراكات
هو ان مشاريع القوانين الجديدة اللي في الوزارة لحد دلوقتي ماشية في سكة ضد الدستور في الحقيقة، لانها بتفترض ان المواطن بدل ما يدفع اشتراكات فقط زي التأمين في كل حتة في الدنيا بما فيها مصر حتى الآن، هيدفع كمان جنبها ما يسمى مساهمات. مساهمات يعني نسبة من تكلفة العلاج، اللي هو 10% من التحاليل و20% من الأشعات والتصوير بحد أقصى 200 جنيه. يعني لو أنا عايز أعمل يعني عندي حاجة في حاجة الظهر، ب 400 جنيه، لا انت ليك لا لا 200 مش زيادة. لا امال انا ايه؟ ادفع 20%. نعم يعني لو انا محتاج لاشعه مقطعيه على فقرات الظهر او رنين مغناطيسي على فقرات الظهر، ثمنه 1000 جنيه ادفع 200 جنيه، ولو لكن لو محتاج ب 1500 جنيه ما ادفعش اكتر من ال 200 جنيه. طبعا ده عبث، لان 200 جنيه بالقياس لهيكل الاجور الحالي وهيكل الدخول في مصر كتير جدا جدا. طبعا وفكره المساهمات كمبدأ فكرة رديئة جدا، ان انا ادفع نسبة من ثمن كذا، لان النسبة دي معيقة لأغلبية او نسبة كبيرة من المواطنين عن تلقي العلاج. طبعا المفروض ان انا بدفع الاشتراك بس، طبعا والحكومة تدفع الاشتراك لغير قادرين، وما يبقاش في حاجة اسمها مساهمات ولا نسب ولا حاجة بالشكل حضرتك ده. قلت الحكومة تدفع لغير القادرين الاشتراك الاشتراك، بس انا يعني اللي فهمته القانون الجديد لم يضع في الحسبان هذا البند او هذه الجزئية. هي الـ في الحقيقة القانون الجديد حاطط غير القادرين وحاطط لهم تعريف ضيق جدا، اللي هو ان التعريف بتاعهم هم اللي بيتلقوا الضمان الاجتماعي، معاش الضمان الاجتماعي. لكن لو في موظف مرتبه 400 جنيه ولا 500 جنيه ولا 700 جنيه بيعتبروه قادر، وده عبث طبعا. هو لو واخد مرتبه حتى 1000 جنيه هيقدر عشان يعمل أشعة يدفع 200 جنيه؟ يعني ما ده عبث. إن ده دايما مجال للعب، إن أنا هقسم الناس، هل هوفر لكل الناس ولا غير القادرين؟ الضمانة الوحيدة إن ما فيش بني آدم يعيق الفقر عن إن هو يتلقى العلاج، هو أنا بقدم العلاج للكل. وفي هذه الحالة المواطنين، حتى اتحاد العمال ذات مرة يعني اعلن ان هو مستعد هنزود الاشتراك، انا بدل ما بيتخصم مني 1% و3% اخصم مني 2%، ومن رب العمل 4%، تبقى ضعفت موارد التأمين 100%. بس ضعفتها ازاي؟ ضعفت الاشتراك اللي انا ده بند ثابت بدفعه ومش هزود عنه، مش فاقدر هدفع حاجة ارتب تانية. حسابي تمام عليه. تمام انما انك تيجي تقول لي حتى هخليه زي ما هو ولا هخفضه، لكن النهارده انت ادفع كذا، وبعدين ده 20% في الايه؟ في الاجراء الواحد. يعني لو فرض ان ايه؟ ان ناس سن المعاش اللي عندهم امراض كتير، هيروح لعياده الضغط هيقول له عايز منك موجات صوتيه على القلب. طب دي ب 120 جنيه، هيقول له ادفع 20% منها. وراح لعياده الرمد قال له اعمل لي تصوير بالاشعه على العين، دي 400 500 جنيه، هيدفع له 100 جنيه واحيانا منهم. التخصص الواحد بيحتاج ان هو يتردد عليه اكتر من مره في الشهر الواحد. بالظبط. فيبقى المشكله هنا ان انت بتعجز المرضى. اذا المرض ممكن اقول ان مفيش فرق بين الفقير وغير الفقير. في مين غني او مستور الحال في مصر يقدر يدفع 25,000 جنيه سنويا كل سنه تكاليف علاج الكلى؟ كل الناس فقراء. دكتور، هل معنى كلام حضرتك وانا اتفق مع حضرتك عليه، هل معنى كده ان القائمين على التشريع او على اصدار تلك القوانين او حتى على مناقشتها بمعزل عن الواقع؟ في الحقيقة هم لهم فلسفة، والفلسفة مفهومة، لأن الفلسفة دي صاحبها هو البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية، اللي هو حول الطب لسلعة، وده يرشد الاستهلاك بدل ما يبقى الايه اللي بتبقى خدمة مجانية او شبه مجانية تقوم تشجع على عدم ترشيد الاستهلاك. وده في الحقيقة كلام يعني لم يسمع بمثله، لان القضية ان انا مش بتكلم مثلا عن ان انت غلي الطماطم فالناس تقلل الطماطم وتشتري بدلها خيار. ده اللي بيحدد الاحتياج هو الطبيب مش المريض. طبعا والطبيب المفروض ان هو يبقى عليه رقابة طبية. الرقابة الطبية دي بمعنى ان ايه؟ ان هيئة يصرف رقابة المطلوب فقط والضروري فقط. نعم.
يبقى في هيئه رقابه بتختار عدد من الملفات بشكل عشوائي وبترجعها. هل يا ترى التشخيص المكتوب متناسب مع العلاج اللي اتعطى ومع الفحوص اللي اتعملت، ولا في اساءه؟ اساءه الاستعمال في الادويه او في الفحوص معروف انها على 3 انواع. ممكن ان ان الطبيب يصرف ادويه بزياده، لكن ممكن كمان ان يكون يصرف ادويه اقل. يعني مش ممكن يجي لي مريض ضغطه مثلا 190 على 110 واديله دواء ضغط واحد، يبقى انا برتكب جريمه. وممكن يعني يجي لي مريض عنده ضغط اقوم اطلب له اشعه مقطعيه، طب ما دي مش مطلوبه. في الضغط لوحده من غير اي اعراض تانية مش مطلوب اشعه مقطعيه، يبقى ده اساءه استخدام. واساءه الاستخدام، ما دام اساءه الاستخدام انت عايز تمنحها، ما تمنعهاش بقيد مالي انك تقول هغلي الخدمه واخلي المواطن يدفع نسبه منها عشان ما يسيئش استخدام. مش هو اللي بيستخدم، الطبيب اللي بيوصف له. حتى لو الكشف قليل ولا كتير فالناس هتروح تتمارض. ما من حق الطبيب اللي بيكشف على المريض انه يكتب متمرض. صحيح. وده معناه ان اليوم ده هو هيتخصم له من اجازاته او هيبقى بالخصم بدل ما هيبقى كسب. ان احنا ممكن نحكم العمليه دي بشكل اكثر منطقيه. بالظبط. نعم. بشكل علمي. نعم. مش بشكل يفترض ان كل اللي رايح عايز يسرق التأمين وكل اللي ايه القوانين هتحط له عوائق ضد السرقة عن طريق ان هو يجبر على انه يدفع نسبة من ثمنه. ده ما ينفعش لا في الفحوص ولا في اي حاجة ولا حتى في الادوية. دكتور حضرتك يمكن ذكرت موضوع مهم جدا، انه يوضع في الحسبان مسألة البنك الدولي يعني اللي حضرتك ذكرته، ولكن هناك امر استوقفني كثيرا امامه، وهو موازنة وزارة الصحة بشكل عام. موازنة وزارة الصحة انا اتفاجئت ان هي لا تتعدى 4% من الموازنة العامة. صح. هل حضرتك شايف يعني الموضوع ما اصبحش بقى موضوع البنك الدولي، والموضوع اصبح رؤية لمدى اهمية المنظومة الصحية في مصر؟ حضرتك أصبت كبد الحقيقة. المسألة إن ما يصرف على الصحة خلال السنين اللي فاتت كلها ما بين 4-5% من الإنفاق الحكومي. إحنا في لجنة الدفاع عن حق الصحة طالبنا باللي بتوصي بيه الأمم المتحدة 15% من الإنفاق الحكومي. 15% من الإنفاق الحكومي تعادل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. الدستور جه قال لابد اللي ينفق على الصحه ما يقلش عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي، هو حاليا 1.6. يعني الدستور طالب بمضاعفه فورا، ثم بعد ما نضاعفها نزودها تدريجيا لحد ما توصل للمعدلات العالميه. وكانت الدعوه بتاعتنا هي ان السبب الاساسي لسوء اوضاع المنظومه الصحيه هو ضعف الانفاق. البنك الدولي له راي تاني. البنك الدولي رأيه ان السبب الاساسي لسوء التأمين الصحي وسوء الوضع الصحي هو فشل الادارة، ولما نعدل الادارة هيتحل المشكلة. طب نقول له طب نعدل الادارة ازاي؟ ونعدل الادارة بانك تحول الطب لسلعة وتجارة وايه ويبقى كده. طب ليه؟ لان البنك الدولي له هدف ثابت. البنك الدولي بيقول انا اهدف للتنمية التي تتحقق عن طريق القطاع الخاص. خصخص كل حاجه بما فيها المستشفيات الحكوميه بيعها. ما هي توصيات البنك الدولي وهيئه المعونه الامريكيه هي اللي باعت القطاع العام. وهي اللي عايزه تبيع القطاع العام في مجال الصحه بانها تبيع المستشفيات. وبيع المستشفيات هم فعلا بناء على اتفاق الاصلاح الصحي اللي عملته وزاره الصحه مع البنك الدولي من سنه 98. وهم كان عمالين يقولوا لهم نفذوا، فنفذوا سنة 2007 طلعوا قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية اللي تملك مستشفيات تأمين صحي وتديرها على أسس تجارية مش على أسس خدمية. نعم. ومن حقها إنها تبيعها. لحسن الحظ إن إحنا مناهضتنا للموضوع وإثارتنا للرأي العام ثم توجهنا للمحكمة أعقد تلك الأمور. نجحنا في الحصول على حكم بوقف الكلام ده، لكن ما زال ده التوجه. وما زال الكلام اللي بتقوله وزاره الصحه ونفس كلام البنك الدولي يقول لك المواطن يختار المكان اللي يروحه
في إطار المنافسة بين القطاع العام والخاص والأهلي على قدم المساواة. إزاي قدم المساواة؟ القطاع الخاص بياخد منك تكلفة زائد ربح، نعم. القطاع الحكومي حتى الآن بياخد منك التكلفة بدون ربح. طيب أنا عايز عندي عجز في التمويل، أقوم أخلي التأمين الصحي يدفع التكلفة والربح، ما يدفع التكلفة بس. هيقول لك ما هو أصل ده هو اللي بيعمل الايه الجودة، الجودة لا تتحقق إلا بالمنافسة، مش صح. والمستشفيات الخاصة بيبقى فيها فندقة أشيك، تعامل أشيك، لكن لم يثبت إطلاقا بأي دليل علمي إنها فيها جودة أكتر من القطاع الحكومي. أدوات الجودة معروفة واعمل لها رقابة فنية، معايير معروفة ومحكومة بالظبط ولا تقبل الخلط. بالظبط نعم بالظبط كده. طب دكتور، يعني من كلام حضرتك، يعني هل احنا اصبحنا يعني لا نملك التحكم في مصيرنا؟ عشان نملك التحكم في مصيرنا لازم ننفذ توصيات مؤسسات التمويل الدولية، واحنا شفنا نفذنا توصيات يعني مؤسسات التمويل الدولية في القطاع العام ان الحكومة وحشة وقطاع عام كويس، القطاع الخاص كويس وهيعمل الخصخصة هتعمل خير ولا اي حاجه خالص. اعتقد ان وهناك مؤسسات لا داعي لذكر اسمها لم تشهد اي تطور، ادي حضرتك وان كان التطور لحظي او بعض الوقت عاد مره لا ثانيه ده شاهد التدهور حضرتك. الفكر ان هو بيقول لك ايه، مصر كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفتره من 2006 ل 2010 بيدوا مصر الاولى في افريقيا والاولى في العالم في جذب الاستثمارات وكذا كذا كذا، وايه والناس الرسميين يعني عمالين يفخروا بالانجازات، وهي الانجازات دي كانت كوارث ما كانتش انجازات. الانجازات دي كانت عباره عن ايه؟ اصل هو بيقول لك ايه، انت جالك رؤوس اموال من الخارج نظريا فرصة العمل تتكلف كذا، جالك كذا مليون هيخلق كذا فرصة عمل، هيعمل مش عارف ايه. طيب ما تشوف اللي حصل، رؤوس الاموال اللي جت دي ما جاتش تنشئ مشروعات، دي جت اشترت القطاع العام. لما اشترت القطاع العام ما خلقتش فرص عمل، دي وفرت نص وفرت مليون عامل طبعا. طلعتهم معاش مبكر نعم. فانضموا الى البطالة، ثم ابتدوا الشركات كتير منها يخربوها بالكامل عشان يبيعوها ارض عشان يكسبوا، فتخرب الانتاج وقل وزادت البطاله بفضل رؤوس الاموال اللي بتتدفق. فكل ده لان احنا مشينا ورا توصيات البنك الدولي وهيئه المعونه الامريكيه. انا الاوان بقى بعد الثوره لاستقلال الاراده، وانا الاوان ان احنا نقول تنميه مصر في الصحه وفي الانتاج وفي كل المجالات وفق رؤية أبناء مصر من الخبراء الوطنيين، مش وفق رؤية مؤسسات التمويل الدولية. وهنروح بعيد ليه؟ ما حضرتك شايف اليونان، اليونان علشان خاطر تبقى في أزمة وديون يوم البنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي بيفرضوا عليها خصخصة مشروع أسبوعية، بيعولنا البلد ما دام انتم مديونين، بيعولنا البلد. وطبعا انت عارف البيع وما يعني يصحبه من فساد ومن خساره ومن حاجه بالشكل ده. لا احنا ناخد ارادتنا بايدنا ونصلح قطاعنا الصحي بنفسنا بخبرائنا الوطنيين مش بخبراء البنك الدولي، ونصلح الصحه بان احنا نحولها الى خدمه جيده عن طريق ان احنا ندفع تكلفتها برفع ميزانيه الصحه، والخدمة الجيدة دي عليها معايير جودة علمية ومراقبة علمية. نعم. مش ان احنا نحولها لسلعة بطريقة البنك الدولي. احنا ممكن ان احنا نطبق معايير الجودة من خلال الرقابة، لا من خلال زيادة المنافسة، من خلال زيادة الأعباء على المواطن. بالظبط كده. خصوصا كمان ان حضرتك تقول معايير الجودة، البنك الدولي بيتاجر في معايير الجودة ازاي؟ يقول لك ان معايير الجودة دي ان ما يبقاش في عدوى في المستشفيات وان نسبة الوفيات ما تزيدش عن كذا واوا، دي معايير علمية. لكن يروح حاشر فيها شوية معايير تجارية، يقول لك الاستغلال الامثل للسرير، السرير
المفروض ان متوسط المريض بيقعد مثلا 4 5 ايام والسرير 365 يوم، يبقى دوره السرير لازم يبقى الاشغال اكتر من 70% ولازم اكتر من كذا مريض يخش على السرير واحد. حضرتك بتحسب دراسه جدوى تجاريه بحته. بالظبط نعم. كده، فحول الموضوع الى تجاره وسلع وايه وقالها حاتم الجبلي صراحه، والمستشفى اللي ما يدخلش نقفله. ده دكتور حتى كمان انا في رايي حتى على مستوى التجاره ان الذكاء او من الذكاء ومن الفطنه ان يتم تقييم المشروع بعد ان قام هذا المشروع على دراسه جدوى لتحديد ما اذا كانت تلك الدراسه كانت دراسه وافيه وجيده ام تحتاج الى التعديل. بالظبط. انما انا اعتقد مساله التقييم دي تقريبا اختفت من جدوى الاعمال المسؤولين. طبعا. وبعدين كمان دراسة جدوى بناء على ايه؟ هل تتخيل التأمين الصحي اللي كان بيعالج المريض من السرطان ومن الفشل الكلوي وعملية الألوف كل الأمراض كان بيكلف متوسط المريض 180 جنيه في السنة، جاية دراسة الجدوى تقول ان المواطن هيدفع 15 جنيه في الشهر يعني 180 جنيه في السنة عشان يتلقى علاج أولي عيادة خارجية وأدوية فقط. طب ليه اذا كان التامين بنفس المبلغ بيديله كل العلاجات؟ لانهم عاملين الدراسه على اساس ان اللي بيقدم الخدمه جهه ربحيه، فبشوف بيحمل المواطن بربح قد ايه. طب انا اروح التامين الصحي غير الربحي اللي بيدفع فيه 180 جنيه يغطوا علاج اللي بيمرض منهم من كل حاجه، ولا اروح التامين الصحي التجاري اللي عايزين يعملوه اللي ال 180 جنيه بيغطوا العياده الخارجيه والادويه فقط من غير عمليات ولا زايدة ولا ولادة ولا سرطان ولا قلب ولا حاجة من دي؟ فهنا دراسة الجدوى دي نفسها دراسة فاسدة، انها معمولة على اسس تجارية برضو مش على اسس خدمية غير ربحية. حضرتك تخصصك قلب يا دكتور. اي طيب لو هنتكلم عن موضوع عملية القلب كمثال لفئة معينة من المرضى الذين يحتاجون الى ربما الى اجراء سريع جدا لعمليه جراحيه مثلا. أي. في عمليه القلب المفتوح انا كنت يعني خلال عملي وتواصلي مع بعض المنشات الطبيه الخاصه كنت بسمع ارقام غريبه بالنسبه لعمليات القلب المفتوح. أي. وفي مستشفيات انا ارى انها متوسطه المستوى صح، بتصل عمليه القلب المفتوح فيها الى 60,000 جنيه. صح. هو في الحقيقة طب يعني لو واحد دلوقتي فقير احتاج لعملية قلب مفتوح الموت أقرب له من العلاج؟ صح. هي المسألة حضرتك ان طبعا المفروض لحد النهاردة لو ده عنده تأمين صحي هيروح مستشفى التأمين الصحي يعمل عملية، لو ما عندوش تأمين صحي هيروح ياخد قرار علاج على نفقة الدولة. قرار علاج على نفقة الدولة بيعمل هذه العملية، بيشتري الخدمة دي من المستشفيات الجامعية أو معهد القلب أو حاجات بالشكل ده في حدود 7,500 جنيه، والتأمين الصحي بيشتري من نفس الأماكن في حدود 7,500 جنيه. 7,500 جنيه ده سعر التكلفة. سعر التكلفة. لأن أغلى عملية بتتكلف هي عملية الصمام، لأن الصمام نفسه ب 6,500 جنيه، قول التكلفة 8,000 قول حتى 9,000 مش مهم، لكن العمليات في قلب بعضها بتوزن، لان عمليات الشرايين التاجيه ما فيهاش صمام ب 6,000 جنيه. العمليات بياخدوا شريان من صدر المريض او وريد من رجله ويحطوه له في قلبه، فما فيش مستلزمات وخامات غير شويه الانابيب بتاعت مكنه القلب الصناعي وشويه الخيوط اللي خيطوا بيها. مفتوح معناها ايه؟ كلمة قلب مفتوح يعني ان انا عشان اغير صمام لازم اوقف القلب عشان اعرف افتحه جراحيا واشيل الصمام البايظ واحط الصمام معدني. ده اللي هو بنستخدم فيه الماكينات كقلب بديل. فبنستخدم مكنة قلب صناعي. نعم. مكنة قلب صناعي دي فيها مضخة بتلفف الدم بتعمل عمل القلب فترة اجراء العملية. زائد فيها كمان جهاز يمد هذا الدم بالاكسجين عشان تعمل عمل الرئة، فده اللي اسمها عملية قلب مفتوح. عملية القلب المفتوح دي بتتكلف حاليا ما بين نقول كسعر تكلفة من 5,000 ل 10,000 جنيه.
عمليه مثلا اللي هي فيها تغيير صمامين ودي قليله قوي، هتتكلف لحد 15,000. لكن معظم العمليات، اكتر من 95% من العمليات اللي هي عمليات الشرايين التاجيه، عمليات العيوب الخلقيه، عمليات تغيير صمام واحد، كل دي كتكلفه من 5 ل 10,000 جنيه. ايه الارقام اللي فوق ده؟ الارقام اللي فوق دي كالاتي، الارقام اللي فوق دي بتبقى روح حضرتك مستشفى خاص هتبص تلاقي الاتي: في ربح على كل مرحله. اول ربح اجره ايد الدكتور. التامين الصحي بيدي كام اجره ايد الدكتور لما يعمل عمليه قلب مفتوح؟ بيديله 800 جنيه ترسي بعد الضريبه على 700 جنيه. لكن بيعمل له مثلا في حدود 20 عمليه في الشهر. طيب بتجمع معاه 20 في 816,000 جنيه. فايه هيعيش كويس. في القطاع الخاص واحد قال عباره لطيفه قوي، قال لك اصل الدكتور بيطلع من العيان اللي جاله الفلوس اللي كان المفروض يدفعها ال10 اللي ما جوش. فبياخد منه 10 اضعاف. وفعلا اجره ايد الدكتور انا فوجئت تتراوح بين 20,000 جنيه ل70,000 جنيه. شيء بجد مفزع. ده مش موجود في اوروبا. مش موجود في اوروبا في الحالات الخاصه. انا يعني عندي مريض عمل قسطره ودعامه هنا، وبعدين راح عمل قسطره ودعامه ودعامتين في المانيا. بيقول لي المانيا ارخص من مصر. المانيا ارخص من مصر في الدعامات. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ في هنا قطاع خاص بيبالغ في اتعابه. بين الاطباء دي حاجه، المستشفيات الخاصه دي حاجه، المستشفى بتقول لك فتح قطر عمليات كذا. بلاش المستلزمات. افترض مثلا ان الباكيته بتاعت الخيوط الجراحيه افترض ان ثمنها 10 جنيه. في التامين الصحي بيعمل ايه؟ بيشتري بالمناقصه، هياخدها مثلا في حدود 7 جنيه 6 جنيه حسب نسبه التخفيض اللي هياخدها. هيحسب تكلفه العمليه عليك ان دي اتكلفت 6 جنيه بتمنها، ما هو مش عايز يكسب منك. المستشفى الخاص هتعمل ايه؟ هتقول لك دي 10 جنيه، هي صحيح هتاخد تخفيض مش زي التامين بس الصحي. بس ما بيتكلموش عن التخفيض ده. اولا هتاخد تخفيض بقول على الاقل 9 جنيه 8 جنيه كده. لكن لما تيجي تحاسبك انت هتحاسبك عليها 13 جنيه. هتقول لك دي تمنها في السوق 10 جنيه. وانا عموله التدبير لان انا معين موظفين بيشتروا ومخازن بتخزن وبتاع 30%، يبقى هحاسبك عليها ب 13 جنيه. شوف اللي في 6 جنيه في التامين الصحي كتكلفه بقت 13 جنيه في دي. فكل الربح عند كل مرحله بلاش. في تانك اكسجين ضخم بيوصل الخدمه للمستشفى كلها في المستشفيات المحترمه. المستشفيات الاصغر بيبقى فيه شبكه انابيب اكسجين، وبيجيبوا الاسطوانات دي من شركه الغازات الصناعيه ويربطوها توصل الاكسجين. هل تقدر تحسب كل مريض خد اكسجين بكام؟ لا طبعا. لو عايز تحسبها في التامين الصحي هتقول تكلفه تانك الاكسجين ده كام في الشهر مثلا. بيكلف بما فيه العمال اللي بيصينوا والصيانه والايه وده خد قد ايه والكهرباء بتاعت الكمبريسور وبتاع. هتقول ان هو اتكلف في الشهر 10,000 جنيه. هتقول طيب انتوا عملتوا كام عمليه في الشهر؟ مستشفى عامل 30,000 عمليه في الشهر، 20,000 عمليه في الشهر. يبقى تكلفه الاكسجين قد ايه؟ من جنيه ل 2 جنيه. طيب شوف بقى فاتوره اي مستشفى خاص بتقول لك استهلاك الاكسجين كده. ده بياخد سعر التانك كله منه. فهي المساله ان دي مشكله الربح. عشان كده الفرق بين امريكا واوروبا الغربيه مثلا، المفكرين الاقتصاديين الاثنين مفكرين اقتصاديين راسماليين، بيقول لك كل حاجه سلعه. لكن في امريكا بيقول لك الايه؟ ان كل حاجه سلعه والصحه سلعه زيهم، واللي عايزها يدفع ثمنها واللي معهوش ما يلزموش. في اوروبا الغربيه بيقولوا لا، كل حاجه سلعه ما عدا التعليم والصحه. دي اسمها السلعه العامه التي يجب ان تتوفر لجميع المواطنين بصرف النظر عن قدراتهم الماليه. صحيح. وعشان كده في معظم الدول الاوروبيه بتتقدم كخدمه غير محمله بالربح.
انا لما رحت فرنسا فوجئت مثلا هناك بحاجه غريبه جدا. هناك التامين الصحي مش هو اللي بيملك المستشفيات زي هنا، فبيشتري ما يملكش ولا المستشفى، فبيشتري الخدمه من المستشفيات التانيه. طب المستشفيات التانيه دي ايه؟ المستشفيات التانيه دي 70% منها ملك الحكومه، فالحكومه بتبيع الخدمه للتامين الصحي بتكلفه. طب ال 30%، 30% اكتر من 25% منهم مستشفيات خاصة بغير غرض الربح. أنا حد قريب يتعالج في مستشفى ما، ففوجئت بأن الفاتورة كلام فارغ. يعني المستشفى دي كان الكشف، سعر الكشف وقتها يتراوح من 60 ل 115 فرنك. 115 فرنك ده أكبر استشاري بما فيه عميد المستشفى. كويس؟ القطاع الخاص كان الكشف بتاع الاستشاري ده 600 فرنك. طبعا هناك مفيش كشف خاص الا للاجانب او يعني مليونيرات الكبار قوي اللي عندهم طبعا تامين صحي بس مش عايزين يروحوا، خلاص هم احرار، فبياخد 6 اضعاف ثمن الكشف. فالقطاع الخاص وتحويل التجاره لسلعه معناها ان انا بكسب في كل مرحله. هتلاقي في الفاتوره كده، انا مش قلت لك صباح الخير ادي تسوى كذا؟ كله بفلوس، فهتوصل زي ما حضرتك بتقول. دكتور ده احنا بنشوف في الفواتير بنود غريبه، يعني بند يقول لك مرور اللي هو مرور الاطباء على المرضى داخل الغرف، اللي هو المرور الدوري ده كل يوم، بند يقول لك ده نواب، بند يقول لك ده استشاري، صح. وكل دول بيندرجوا تحت بند الاطباء، امور الاطباء. صح. دكتور اسالك سؤال، أنا شايف في تناقض غريب جدا ما بين المغالاة في أجور الأطباء في مختلف الإجراءات الطبية في المستشفيات أو حتى على مستوى العيادات الخاصة، وما بين إضراب الأطباء اللي هو بقاله فترة كبيرة وبالتأكيد هو على حساب المريض والمريض هو الضحية تحت دعوة أو بدعوة المطالبة بحقوقهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا معيشة كريمة. ده صحيح. حضرتك كيف ترى ذلك وكيف يمكن أن نرى هذا التناقض؟ يعني هقول لحضرتك، المشكلة إن أنت لما بتحول الطب لسلعة، السلعة دي قانونها مفتوح، لف حضرتك كده اختار أي منطقة ولف على 7 8 10 مستوصفات أو مستشفيات خاصة، هتبص تلاقي كل واحد فيهم كاتب يتولى الكشف نخبة من أساتذة الجامعة. نعم. طب مين في الجامعة؟ فين اللي بيعلموا في الجامعة؟ مش موجودين، ما هم بيشتغلوا في المستشفيات الخاصة. صحيح. اتحسبت من كام سنة 8% من الأطباء كان عندهم عيادات. دلوقتي النسبة زادت شوية. ربعهم عيادات ناجحة جدا. 2%. فالنسبة اللي بتاخد اللي حضرتك بتقول عليه ده نسبة ضيقة جدا. أنا فوجئت في واحد صديق بيكلمني وبيقول لي الوضع كذا وعندي كذا والدكتور فلان وقال لي أعمل لك قلب مفتوح وكده. فقلت له فنيا الكلام ده سليم، أنت فعلا محتاج قلب مفتوح. قال لي والدكتور ده كويس؟ قلت له طبعا كويس. قال لي بس ده عايز أجرة إيده 70,000 جنيه. قلت له دي العملية كلها؟ قال لي لا دي أجرة إيده بس. 70,000 جنيه والمستشفى هتاخد لها 50,000 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بس انا في الاخر بقول هو في ناس عرقها ذهب وناس عرقها تراب. فالاطباء فيهم قله من الاغنياء جدا، الاطباء المشهورين جدا. والاطباء المشهورين جدا في الحقيقه بيبتذلوا وقتهم ونفسهم. ليه؟ في اي مكان عقلاني في الدنيا المفروض الممارس العام اللي طالع كويس يعالج 70% من الامراض، وبعدين اللي ما يعرفش يعالجه بيحول اخصائي، الاخصائي بيعالج 20% من الامراض، واللي ما يعرفش يعالجه الاستشاري اللي هو يعالج من 5 ل 10% من الامراض فقط. لكن لما يكون السوق مفتوح هتبص تلاقي حضرتك الغني الممارس العام بتاعه اللي بيعالجه لو جاله انفلونزا استاذ جامعه. نعم. بينما هتلاقي الفقير الاستشاري بتاعه دكتور المستوصف. ده اقصى حاجه ممكن يروح لها بالنسبه. تمام.
اشكرك جدا يا دكتور. اعزائي المشاهدين، يمكن زي ما شفنا في خلال هذا الحوار ان علاج محدودي الدخل ومن هم تحت خط الفقر يحتاج الى قرار سياسي، يحتاج الى عزل وفصل الصحه ومنظومه الصحه وبند الصحه عن المشاريع التجارية وعن الرؤية التجارية وعن رؤية قوانين الصحة والنظر إليها بعين التجارة. أعزائي المشاهدين، نحتاج إلى قرار سياسي يقف بجوار هؤلاء، يوفر لهم الدعم في مجال الصحة، يوفر تقديم كافة الخدمات الطبية إلى من يحتاجها من الفقراء، حتى نحقق ما قامت من أجله الثورة، وحتى نحقق الاستقرار، ونحقق ما يتمناه المواطن المصري البسيط. أعزائي، في نهاية هذا اللقاء بشكر الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج الصحة اليوم. مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء.